السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. شوفوا الحنية، شوفوا. قبل شوية كانت مشتغلة المطاردات، هذا الأبيض يصير أبو، هذا كان يلحق ويريد يعضه. هسه شوفوا قاعدين بالشمس، على هذه الشمس الطيبة مكيفين. طبعا راح أطلع الأرنبة الفرنسية، والله أني جسيتها وفحصتها، يعني على الغالب إنها حامل. صراحة اطلعها، افتح الباب. كلهم يريدون يطلعون، بس اريد الفرنسية. تعالي، والذكر يريد يدخل. يلا لازم نمسكها، خلي تطلع. على الغالب راح ترفض التزاوج لأن جسيتها، أتوقع عندها بداية حمل. شوفوا ما تقبل، فما طول عندها حمل. يعني لقاحها الذكر الأسود الصغير اللي مات، اللي القطة قتلته، القطط أخذته القطة. رافضة التزاوج، ما راح تنطي مجال للذكر مهما حاول. اسمعوا صوتها، ما ترفع نفسها للذكر مثل ما تشوفون. رافضة التزاوج يعني عندها حمل. فحصتها، حاولت ألقحها قبل 3 أيام، رفضت فحصتها، ما كان أكو أي شيء ببطنها. بس اليوم فحصتها، أتوقع عندها بداية حمل، يعني فالظاهر عندها بداية حمل. مثل ما تشوفون مهما حاول الذكر ما تنطي مجال. لو كانت تقبل التزاوج كان بقت مكانها، ما تحركت وترفع نفسها للذكر، بس حاليا شوف مهما يحاول ما راح تنطي مجال. هذا المسكين عاقل اليوم. حتى أبوه صاير حنون عليه، كل يوم بس يلحق وراه يريد يعضه. راح أرجع الأرنبة حتى لا يأذيها، لأن إذا بقت ما تنطي مجال راح يبقى يعضها وينتف هذه المنطقة كلها، واحتمال حتى يأذيها، يعني لأن ترفض التزاوج. بسم الله، يلا ادخلي ادخلي. شوفوا الباقي وين متجمعين. دائما يجمعون في هذا المكان وينامون. هذا باندا خليه ينضم للقطيع.
شوفوا الأسود شلون مرتاح بالشمس. طبعا وقت اللي يكون الجو مشمس تطلع الشمس الصبح أسحبهم بهذا المكان هناك، شوفون بقايا الأكل هناك، تكون الشمس الصبح فالإناث أطلعهم هناك بالشمس، أبقيهم تقريبا ساعة يأكلون بالشمس، يتشمسون ويأكلون لأن الشمس تفيدهم، الجو بارد، أبقيهم بالشمس تقريبا ساعة أكثر يأكلون ويشبعون ورجعهم، أرجعهم وأدخلهم للبيت مالهم. ضروري يعني شوفي ضروري يعني يوميا واحد يخليهم بالشمس، إذا بيهم واحد شوية بردان أو كذا. شوفوا هذا عايف الشمس وجاي متمدد بهذا المكان، شوف شلون يرتاحون بالشمس، تعجبهم الشمس حيل، جسمه حار دفيهم من الشمس. شوفوا بدأت المطاردات، مرات يلحقوا، شوفوا قبل شوية كنتوا أصحاب ليش يعني. لحظة هذا يلحق وراه مرات يريد يعضه، بس ما خاف عليه لأن هذا يخلص نفسه، يركض بسرعة شوية يركض وراه وراح يتركه. طبعا راح احاول اسوي لهم بيت هذا المكان او هذا المكان، راح اختار لهم مكان واسوي لهم بيت حتى يدخلون بالبيت مالهم ويبقون داخل البيت احسن. وصلنا لنهاية الفيديو، اضغط لايك للفيديو واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.